حد قال لك ايه عسل؟ ايه الحلاوه دي يا مزه؟ ايه الحلاوه دي؟ الطعميه دي؟ ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطه دي. البلايند ديت بتاعنا عباره عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند، كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد إيه في الراوند دي. وفي الآخر، قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين، هيكرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لأ. وعليكم السلام. وانت مصرية؟ انا مصرية. لا مش مصرية، انا من تجمع. من ايه؟ تجمع. هو التجمع عندهم اكسنت ولا ايه؟ لا مش مصرية عادي، قوليلي مش عيب. لا 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 انا مصرية خالص. ليه كده؟ ليه كده؟ طب عشتي برا مصر يعني كتير؟ قبل كده. انت منين؟ انت منين؟ انت منين؟ انت من عادي، من الدقي، بس حاليا ساكن في اكتوبر. جايلك مشوار ساعة وشوية. ايه؟ جايلك مشوار ساعة وشوية. انت مش فاهمه الجمله دي؟ لا انا مش فاهمه، انا بتكلم عربي مكسر بس انا لسه مصريه. هو ده بجد ولا بتهزر؟ والله. بتشتغلي في ايه طيب؟ انا طالبه دلوقتي. اكوي في مدرسه جامعه امريكيه. وانت؟ انا كنت دلوقتي بشتغل عادي بزنس كونسلتنت. انا بعمل ماجستير دلوقتي. اوكي ماسترز ماشي. المشروب بتاعك ازاي؟ المشروب بتاعي لونه اخضر وانا احمر. ده ليمون؟ ده مش ليمون؟ لا لا فراولة. فراولة؟ لا انا بتكلم على الاخضر اللي معايا. هو يمشي برضو جرين ابل. انا بحب الشربة دي. انا بحبه قوي. ده الاجمل طعم في العصير. في العصير كله. هو انت تنزل ديت كتير ولا لا؟ كتير قوي، بحب اجرب. فانت بلاير؟ لا 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 بلاير ايه، هو الديت ده مش بلاينج. انا وعدتك بحاجة، احنا لسه متعرف. انت بتجرب البنات how often؟ يعني باي ويكلي مثلا. كتير؟ ده كتير. اكيد. لا بصراحه هو سيزونز، يعني في الصيف مثلا. في الصيف الموضوع انتنس اكتر، بس مثلا في الشتاء لا. بس دلوقتي احنا في الصيف. دلوقتي السوق ماشي جدا صح. السوق ماشي يعني سخنه في الساحل. في الساحل يعني ايفل ساحل يعني. يا ايفل ساحل. شكرا. بص كل الطعام دول حلو قوي صح؟ الوان كتيره فعلا. انت عارفه ده ايه؟ لا لا قولي. ده دولاتو مينيز. حلو قوي. ايه اكتر طعم انت بتحب؟ اكتر طعم انا بحب كوكونات. بس انت عارف يعني ايه انا بحب اكتر من كل الطعم ده؟ ايه بقى؟ الفلوس. الفلوس؟ هقولك حاجه. هو ده الانترو بتاعك يعني للتوبيك؟ ماشي. مش عايز دكتور، عايز اي تي ام. انت الاي تي ام ولا لا؟ انا بالاي تي ام. انا نفسي اتجوزها تصرف عليا. انا هكون الراجل اللي عنده فلوس كتير. طب ماشي، لا تعالي نتكلم بجد. يعني بالنسبه لك هل الفلوس دي حاجه مهمه؟ يعني اكيد الفلوس مهم، بس مش الاكبر مهم. بس احنا محتاجين فلوس عشان احنا عايشين صح؟ صح. تاكلي ايه بقى؟ قهوه. اظن دي فيها شوت قهوه بجد بيفوق. عامه هسالك سؤال يا بنت، سامعاني؟ سامعاني. ماشي. دلوقتي لو انا خدتك على ديت، طلبنا اكل وبتاع، والتشيك جه واي سبليت ذا بيل، عادي؟ اول ديت؟ اول ديت. هو عادي، بس ما اعرفش لو انا عايزه اكون معاك. ايوه بس يعني ليه بتبص لها كده؟ المفروض انت بنت بتعملي فلوس، انا ولد بيعمل فلوس، مفيش فرق ما بيننا، المفروض كل واحد يدفع لنفسه عادي. I'm used to not used to this. يعني الديتس بتاعتك كلها الولد دفع؟ اصلا انا ما بروحش ديتس كتير، يعني يمكن واحد او اتنين في حياتي. يمكن انا شايفها عادي عشان بروح كتير باي ويكلي، فلو كده هتبقى مصاريف، هتبقى كوست شويه. What would be your perfect idea of our first date؟ بصي انا على طول بتبقى في حتت فاست فود. فاست فود؟ عشان fast like your بنات صح؟ لا عشان انا بخاف شويه من الاكوردنس زي الموقف اللي احنا فيه ده، فبحاول اخده كاجوال اكتر. فانت كاجوال على طول؟ يعني عمري ما رحت فانسي ديت غير مره وانا في جريد 12 ومش عاملها تاني. انا بحب ديتس مش اكسترافاجنت وكده. عايزه تلبسي دريس وعدي عليكي تحت البيت وكده؟ اي وانت جاي تو تراي. يعني اتراي اعمل ايه يعني؟ ما انا بتراي اهو. يعني بي سنتمنتال وكده. ده الناس دي عايزه مكان غالي وخلاص. حبيتك والله. ايه؟ حبيتك. حبيتك ايه؟ اي لاف يو. اوكي.
او مش قوي كده يعني، بس حبيتك بالعربي بالعربي بتبقى مش قوي كده فاهم. انا اسالك بقى المره دي، ايه اكتر حاجه عامه بتصرفي عليها فلوسك في مصر؟ يعني الاوبرز، الاكله، يمكن دانس كلاسز. دانس كلاسز هنا غاليه جدا بجد. ممكن تضحكوا عليكي عشان بتكلمي بالاكسن دي. ايه لا يعني مش قصدي. انت بتحب باي مع الكاش او كريدت اكتر؟ لو هجيب مثلا حاجه كبيره او حاجه للبيت او كده، ممكن اعمل انستولمنتس يعني على الموبايل على الاب. انا بستخدم انستولمنتس كمان، انا بستخدم اب اسمه valU. ده عرفتي منين وانت جيتي بقالك 5 شهور بس؟ عندي اكسبنسز كتير. It's really easy to use ف I like using it. Sometimes I'll buy something كبير، مثلا كاميرا ولا فون، ده فلوس كتير. بتستخدمي valU for the installments لحاجات التصوير؟ بالظبط، مع الحاجات كبيرة يعني، عشان انا طالبه ما عنديش فلوس كتير فعايز حد يصرف بقى. خلاص ماشي، if you want to pay it's no problem. Don't act dumb يعني. سؤال، شفتي الافراح في مصر عامله ازاي؟ الويدنجز في مصر؟ انا كنت في الفرح قبل كده في مصر. قبل كده في مصر كان بوجي قوي. انت بقى عايزه فرح بوجي قوي ولا عايزاه امريكان ممكن نعمله في بار عادي على خفيف؟ يعني كده. انا بحب البوجي بس يعني مش بوجي جدا، عشان انا عايزه اسافر بعد الفرح. نفسي اعمل ويدنج يبقى 2 3 دايز مثلا يعني. ممكن نروح مثلا نهاف فان مع اصحابنا، ننزل بحر بتاع نلعب كده، وتاني يوم يبقى زي ميني بارتي كده للناس الكلوز فريندز، ويوم فاميلي وفريندز وكل ده. حاجه حلوه اصلا، حاجه حلوه موافقه يعني. بس لسه انا عايزه اجازه بوجي كمان. هديك الاجازه بوجي. اوكي ماشي ماشي خلاص ماشي، اتفضلي تكسبي معايا. شكرا. انت انفستور صح؟ I do invest. انا بحب الانفستنج وكده، احنا محتاجين انفست. ETIs، ETFs. بتنفستي في ايه تاني؟ ريل استيت. انت عندك انفستمنت في ريل استيت؟ لا مش دلوقتي، بس انا عايزه في المستقبل. في دماغك يعني؟ لما عندي فلوس اكتر يعني. اوكي انت معاكي كام؟ ليه؟ لا عادي عشان اشوف بس عندي فلوس بس مش كتير كتير. ايوه بس هو كله بالاخضر يعني، الدولار اكيد انت عارفه الدولار دلوقتي داخل في 20. عندي دولار. معاكي كام يعني عايز اعرف؟ I'm used to things like oh what's your name what do you do مش how much money you have. ايوه بس بقى لنا كتير قاعدين، ممكن اسالك؟ خلاص we broke the ice يعني. Did we? We just broke the gelato. ده مش ايس. هموت. احنا بنحب الانفستنج. بتحب ايه؟ الانفستنج يعني. الانفستنج يعني ايه يا اسطى؟ انا عايز اقول حاجه كويسه عنك. لا 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 ثانك يو والله يعني اي في شيء. بس انا بحسك على طول في الاوبينيون بتاعتك يعني. نيفر مايند، ذيرز مور امبورتنت ثينجز ذان ماني. ما شاء الله. نزل لك ايه؟ وافل مع الجيلاتو. وانت؟ وافل برضو مع وافل من غير جيلاتو؟ لا بالجيلاتو. انهي جيلاتو؟ سولتد كارميل. وانت؟ ستروبري فراوله، عشان انا بلبس حاجه احمر. احمر؟ هو انت مصريه صح؟ لا انا كنت بخزر معاك. كنت بخزر معاك؟ جاي تقولي دلوقتي؟ اوكي. ما كنتش اعرف صح؟ يا ما كنتش عارف. عشان انا بتكلم عربي لبلب. لا بس انا مش يعني صعب قوي ابقى مع حد مش مصري. ايه؟ صعب ابقى مع حد مش مصري. يعني كنت صعب في الاول بس بعد وقت يعني سهل. انا بحب مصر اصلا. انت بالنسبه لك مصر يو هاف نو كونكشن تو ايجيبت ولا باباكي؟ لا ما عنديش اي كونكشن، بس الكونكشن في قلبي. أم الدنيا. I just want to show to the world how beautiful مصر is. وأنا روحت ساحل أكيد، فيوم، صحراء بيضاء. روحت فين في الساحل؟ أصلا مروحش، بس البحر كان تحفة. يعني you didn't go this year. I'm still trying to find the وسطة to go to ساحل، عشان أنا مش عايزة أدفع لهوتيل هناك عشان ده فلوس كتير. الوسطة. يا اسطى فين الوسطى؟ هو عندك اصحاب ولا لا؟ عندي 2 3 كلوز فريندز واخواتي وبس. اخواتي اخواتي. So where do you go out with your girls? Mostly to our car rides. You just pay for the fuel? No, it's not about the money. I know that fuel prices are going up, yosta, بس يعني there needs to be a little bit more effort. لا يعني ساعات بنخرج occasionally بس لا معظم الوقت لا. Okay, what location do you drive to? You just drive around the circle in the compound? We just يعني vibe يعني في الشارع عادي. يعني ايه vibe؟ يعني we just go يعني يعني in circles يعني around wow, the compound. Wow, driving in circles. ما شاء الله. اوكي سؤال تاني مهم قوي. مهم قوي. How do you like end the relationship? لا they don't end يعني. يعني ايه؟ You see a girl bi-weekly you have like 50 girls دلوقتي ولا ايه؟ لا يعني مش literally يعني انا I was kidding I was joking about it يعني. Oh you were joking. Oh it's very funny.
How do you get these girls? Because I'm honestly confused. لا لا ده رزق. عارف ان ايه رزق؟ رزق يعني ايه؟ هي سيزن زي ما قلت لك. في سيزن كده بتقابل ناس كتيره جديده. يعني اول ما بصاحب بتعرف على بنات كتيره. اول ما فركش بنات بتختفي. You feel me ولا؟ I totally feel you, yeah. انت عايز اعرف how I get the boys؟ ماشي قولي لي how you get the boys. اكيد مامي نحله عشان تجيب العسل ده كله. ده العسل ده اللي هو انت يعني؟ انت مش فاهمه ولا انا العسل؟ انت بتعكسيني. اكيد مامي نحله عشان تجيب العسل ده كله. افتكرت جدا يا عسل يا قمر يا روحي يا حبيبي يا حياتي. انت اصلا ما شفتيني يا شمس حياتي. ايه تاني؟ على فكره انا ابتديت افهمك اكتر. انت بكاشه. عارفه يعني ايه بكاشه؟ بكاشه يعني ايه؟ يعني you're lying بس when you flatter someone. اللي هو يا قمر انت اصلا انت بتعمل بكاشه دلوقتي. بعمل بكاشه دلوقتي. المعاكسات بتاعتك في مصر ايه؟ مكسبت يعني ايه؟ يعني الناس بتعكسك في الشارع. هو ايه يا قمر ايه يا عسل؟ ولد بيقول لك كده؟ ايوه بيقولوا لك ايه بقى عشان انت مش مصريه؟ I love you. ده في التجمع اكيد. ها عمرك ما حصل حاجه حد قال لك ايه عسل ايه الحلاوه دي يا مزه ايه الحلاوه دي الطعميه دي. رقم حلو يا رقم حلو. وانتي؟ حلو جدا جدا جدا. ممكن اشوف الرقم بتاعها؟ ايه ده؟ جامد. ستة يا ولد. انا ستة؟ ماشي. دلوقتي احنا في اللايف ستايل. ودي اللايف ستايل بتاعك عامل ايه؟ هاو از يور تيبيكال داي مثلا؟ هو ساعات انا بروح الجامعه وبعدين انا هروح مع اصحابي في كوفي بليس. اصلا انا نقطه عن القهوه. You wanna hear it؟ قولي. مره حد كان عايز يقعد على قهوه بس هو قعد على شاي. تبقى لك في مصر 5 شهور فعلا. كمان مره كان في ميكانيك. ميكانيكي يعني. He opened a candy store. He named it Galaxy. 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 Yeah. مضحك صح؟ يا 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 ما علينا. What you do on the weekends يعني؟ في the summer على طول بروح الساحل. عندك شاليه في الساحل؟ Yeah, عندي شاليه بس you're more than welcome يعني. الوسطى. But is this like a nice like a just joking like oh yeah you're welcome but actually please don't. لا عادي لو طلعتي لذيذة وكسبتي معانا إن شاء الله تعالي معايا دلوقتي على طول. يلا إن شاء الله لو عندك your own family وكده. You prefer to have a small house ولا a big house؟ يعني هو would prefer a small house يعني the bigger the better يعني. بس بالنسبة لي أهم حاجة الروف. أنت عايز روف توب بار؟ مفيش مانع بار حلال يعني. حلال. Yeah, I'm more of a halal boy. A guy that goes out with a girl every other week is halal. ده ملوش دعوة بده. عادي we're just friends يعني. If you want. لا استني بقى اسأل انا شوية. عربيات تحب العربيات؟ يعني بحبهم عشان they get me places. But I prefer public transportation يعني like المترو الميكروباص الباص. بجد؟ And it's very cheap. It's 5 pounds. انت بخيلة ولا ايه؟ بخيلة يعني ايه؟ I like to save money. If you don't need to spend so much money why? مش هدفع كتير معاكي فماشي ده كويس. Like it's in my blood يعني we used to always get discounts at the stores. We never buy anything full price. بجد؟ ليه كده؟ عشان why would I pay full price for something? From your answers انا فاهمه ان انت بتحب spend money on big things ف you prefer paying full price ولا you prefer using an app مثلا valU to pay in installments. If you can always use this money with something with a bigger return than the interest of the installments then you should always go with the installments option. Good ROI. I like this. I like this. تاكلي ايه بقى؟ ما جايبين لك ايه؟ هو دلوقتي انا باكل دولاتو دريم. الهم بتاعي was to be في مصر ودلوقتي انا باكل a dream كمان. على فكره انت لذيذه والله يا عسل. ايه حلاوه دي؟ هي بتعمل ايه؟ انا هموت واشوف. هو انت بتاكل ايه؟ انا باكل تيرمسو. امي هي بتحب تيرمسو. ممكن اشوف امك فعلا. هتعرفيني على امك؟ هي امك في مصر؟ بتيجي يعني؟ هي she's taken حبيبي. لا خلاص بقى. احنا هنزورها عادي مفيش حاجه. طب انت بتحبي الاكل المصري؟ اكيد. بتحبي ايه؟ هو انا بحب الكشري الكفته الطعميه. عشان انا ما جربتش الفلافل عشان ده في اسكندريه. ومش طعميه هي الفلافل؟ لا طعميه وفلافل مختلفين يعني. طعميه مع سيرتن لايك تشيكبي وكده. مع سيرتن ايه اختي؟ ايه مع سيرتن ايه؟ سيرتن يعني ايه؟ سيرتن يو سيد طعميه مع سيرتن. I know they have something different in them.
امي بتعمل اكل حلو قوي. عايز تيجي تاكل عندنا؟ اي ايت حلو جدا. اي ايت حلو جدا. لا دي سهله يعني الفكره في ان يو كوك حلو جدا فايتس فاين. بتحبي تلبسي ايه حاجات؟ يعني انا بالنسبه لي اي حاجه مريحه كومفورت از نمبر 1. مش الشكل, مش الابيرنس اكتر, فاهمه؟ اكيد الكومفورت مهمه قوي بس على حسب يعني عن الايفنت. يعني I'm going to some nice Egyptian wedding, I know I have to look nice, I have to look bougie. انا بحب اصلا الستايل في مصر, كل الاوفر سايز شيرتس وبانتس جامدين فشخ. ده الترند الفتره دي بس هو مريح. يعني انا لبست بدله, ده موضوع على فكره, مش بلبس بدله في العادي. ليه؟ everyone has suits. ايوه بس يعني مش شرط اجي ديت بسوت. I'd wear a dress. قولي thank you خلاص. If I could everything. فانت morning person ولا night owl؟ لا مش morning person خالص. وانا wake up مش بحب اي حد يكلمني لمده ساعه, يعني ولا تكلميني قبل اول ما اصحى ولا قبل ما انام. يعني مكالمات قبل النوم دي صعبه قوي, واول ما تصحى دي اصعب. حبيبي صباح الخير, صباح الفل. You're gonna be like ما سلامه. Most probably يعني you'll be my حبيبي for a week or two مثلا maximum. حرام عليك. حرام عليا. الريتنج عندي كام؟ ديكي ريت حلو قوي. Oh, you should be proud of حبيبي, your number is the highest. بجد؟ Oh my god. تفتكر ننزل مع بعض ديت تاني؟ كريم. جينا. ازيك؟ انت نو برضو؟ نو ليه؟ عشان you don't like to travel. بس كده؟ You want big houses, big cars, يعني you don't like being around people. اي مش بس عادي يعني it's not deal breaker. بس you'd be a great friend. شكرا. A great buddy. شكرا. انت كمان والله. بس انت ليه نو؟ مش حاسس ان احنا we're not on the same page في حاجات yes. كتير. صح؟ I thought this too. اي بس عادي you're gonna be a great friend برضو. Oh my gosh, I have a new friend. بس على فكره تخيلت شكلك كان مختلف, كنت حاسس شعرك بقى اصفر مش عارف ليه. اصفر يعني ايه؟ يعني ضربه هايلايت صفر. اه لا اصلا I like your hair style. ربنا يخليك. شوف بقى الحساب هتحاسب انت واحده واحده. في الماني why do you give me a negative 100؟ مش فاهم. Because you like spending too much money. Why انا بحب الديسكاونتس. انت اللي نيجاتيف مش انا. I was very generous with the 5 عامه. السوشيال لايف دي احنا شفناها اديناها لبعض 6s ماشي that makes sense. نيجاتيف 100 لللايف ستايل الاثنين. ايوه انا مش فاكر انت قلتي ايه بس انت قلتي كام حاجه كده. لا كانوا صعبين جدا عشان انا بحب الكليرنس. ايوه ده انا حسيت ان انا كنت اجريسيف. ده انا كنتش اجريسيف, ده انا كنت طيب قوي. بلايند ديت اللي جاي مش هبقى كده. How old are you? Guess. 25. Yeah. Yeah? Oh, 25. أنا 26. What month is your birthday? June. What's that? Gemini. Ooh, that's why it didn't work out. تفضل. أحط نفسي ده. هو الطعم بيستاشيو؟ حلو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. Follow Binge Circle على فيسبوك. Subscribe على يوتيوب. ما تنسوش أنه ممكن order Dolato delivery where you can pay online. ولو عايزين تيجوا في The Blind Date Show اعملوا شير للفيديو ده. Tag 3 of your friends في الكومنتس. جينا انت صعبة قوي على فكرة. انا عارفة. انا عارفة بجد؟ عارفة. My accent's not that bad, is it? لا it is. اكلك بصراحة يعني. شكرا. عايز تدخلي شعرك؟ لا.